بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين لازلنا نستعرض مناقشه المحقق الشهيد رحمة الله عليه لما أفاده الشيخ الأنصاري في المكاسب عندما استدل بهذا به العموم وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود استدل به على ان الاصل في البيع اللزوم باعتبار ان مفاد هذا الاصل هو القاعده المستفاده من العمومات للمحقق الشهيدي مجموعه مناقشات على ما افاده الشيخ الانصاري سبق البيان بان ما افاده الشيخ الانصاري متقوم بامرين الاول الموضوع وهو مفاد العقود والثاني الحكم وهو مفاد اوفو في البحث السابق استعرضنا مناقشة ووقفة المحقق الشهيدي بالنسبة للجزئية الأولى وهي الموضوع، وكان للمحقق الشهيدي إشكال في تعريف الشيخ الأنصاري حيث أن الشيخ قال بأن العقد هو مطلق العهد استنادا إلى صحيحة عبد الله بن سينا طيب و المحقق الشهيدي رأى بأن العقد ليس مطلق العهد بل العهد اعم مطلقا من العقد بل ليس هو العهد الموثق والشديد كما ذهب البعض الا اذا اريد من تلك الشده والوثاقه وجود طرفين في ذلك العهد فالنتيجه بان كل عقد عهد ولكن ليس كل عهد عقد فالعهد اعم والعقد اخص هذا أول إشكال ذكره المحقق الشهيد فيراد من العقود في الآية المباركة ليس مطلق العهود لأن مطلق العهود تعني أيضا التكاليف الإلهية سواء كانت تكاليف إلزامية أو تكاليف ترخيصية وهذا سيوقعنا في مطب كما بين المحقق يزدي وبين مراده في بحث سابق أننا إذا قلنا حديث اليزدي يقول أننا إذا قلنا بأن العقد هو مطلق العهد فذلك سيشمل التكاليف الإلهية وليس فقط المعاملات والعقود التي تجري بين الناس بعضهم بعضهم البعض بعضهم مع البعض وإذا شملت التكاليف الإلهية ففيها الإلزامية وفيها الترخيصية. بالإضافة إلى ذلك أنها ستشمل أيضاً حتى الالتزامات اللي هي لا تكون لازمة وإنما أيضاً جائزة في معاملات الناس مع بعضها البعض. فإذا كانت العقود في الآية تعني مطلق العهود بهالمعنى ونحن نعلم أن بعضها بل كثير منها كما أكد المحقق اليزدي كثير من تلك العهود ليست لازمة بناء على ذلك يبطل الاستدلال بهذه الآية المباركة هذا إشكال محقق اليزدي والشهيد سيصل لهذه النتيجة ولهذا الشهيد قال قال أن العهود أعم من العقود والعقود أخاص العقود هي التي تتقوم بطرفين ولذلك العهود التي تتقوم بطرف واحد لا لا يعبر عنها عقد كاليمين والنذر وشبهها قال ما تسمى عقد اليمين ما يسمى عقد النذر لا يسمى عقد وإنما هو عهد التزام من الالتزامات بناء من البناءات. فذا اولا هذا واحد اثنين طبعا مع ملاحظه ان المحقق الشهيدي سيصل للنتيجه نفسها التي يريد ان يصل اليها الشيخ الانصاري، لكن الطريق الذي يسلكه مختلف. المحقق اليزدي سلك الطريق نفسه الذي سلكه الشيخ الانصاري. لكنه قال إذا سلكنا هذا الطريق سيبطل الاستدلال. دقة الفقهاء رحمة الله عليهم في مناقشة كلمات الفقراء الفقهاء الآخرين. الدقة كيف؟ المحقق الأزدي يقول سلك الطريق نفس الذي سلكه الشيخ الأنصاري. لكن قال إن سلكنا هذا الطريق بطل الاستدلال. طيب بطريقة معينة المحقق اليزدي قال أيضا إن سلكنا هذا الطريق حتى بالنسبة لأوفو حتى نكون دقيقين المحقق اليزدي يقول إن سلكنا طريق الشيخ الأنصاري بالنسبة للموضوع لاحظوا هذا لأنها مهمة بالنسبة لإيضاح مراد المحقق الشهيدي وقفته, وقفته دقيقة جدا طيب يقول: ان سلكنا هذا الطريق الذي سلكه الشيخ الانصاري في تحريره للموضوع، المحقق الازدي يقول فسيبطل استدلاله بالايه وما اشكل على كيفيه انتزاع الوجوب هنا التكليفي والذي سينتزع منه ايضا الحرمه التكليفيه عفوا وبالتالي الحرمه الوضعيه ايضا. طيب ما ركز على الجانب ركز على الجانب الاول قال ان سلكنا الطريق نفسه الذي سلكه الشيخ الانصاري في تحرير الموضوع فكلامنا في الحكم سيكون غير صحيح. يعني سيبطل الاستدلال. المحقق الشهيدي اشكل على كلام الشيخ الانصاري في الموضوع. وربما لو قال بما قاله الشيخ الانصاري لربما وقف ايضا الوقفه نفسها التي وقفها المحقق اليزدي مع الشيخ الانصاري من جهه الموضوع. لكنه اولا هو ضيق الموضوع قال حتى يرفع الاشكال قال العقود ليست مطلق العهود. هي اخص العقود اخص من العهود تكون عهودا ولكنها اخص فليس كل عهد عقد بل كل عقد عهد فقط طيب ثم المحقق الشهيدي وقف مع الشيخ الانصاري في الجزئيه الثانيه قال ان الكيفيه ان الطريق الذي سلكه رجاء ركزوا معي هنا لان يعني وقفة المحقق الشهيد جدا دقيقة قال بأن الطريق الذي سلكه الشيخ الأنصاري في الاستدلال بأوفو هنا على أن الأصل في البيع اللزوم هذا الطريق وبالتالي لا يجوز الفسخ وبالتالي الفسخ لا يؤثر في انحلال العقد هذا الطريق يقول إن سلكنا ليس الذي سلك الشيخ الأنصاري فسنقع في مطبين علميين الشيخ الأنصاري بنفسه لا يقول بهما وبالتالي يبطل استدلال الشيخ الأنصاري يقول إن سلكنا سنقع في مطبين ولذلك المحقق الشهيدي سلك طريقا اخر ليقول بالنتيجه نفسها يعني المحقق الشهيدي يريد ان يصل الى القول بان الاصل في البيع اللزوم فعلا طيب الاصل في البيع اللزوم يعني لا المحقق الشهيدي لا يريد ان لا يريد ان يقول بان الاصل ليس الاصل في البيع اللزوم هذا واحد ولا يريد ان يقول لاحظوا ولا يريد ان يقول ان هذا الاصل لا يستدل عليه بالايه طيب لا يقول يستدل عليه بالايه لكن مو بالكيفيه التي سلكها الشيخ الانصاري لانها توقعنا في مطبين علميين يعني لان هذه الكيفيه تت... التي سلكها الشيخ الانصاري تتعارض مع مبنيين يقول بهما الشيخ الانصاري لو انه لا يقول بهما نعم يقبل الكلام وبالنسبه لو كان هناك اخر لا يقول بهما بهذين المبنيين ايضا الطريق الذي سلكه الشيخ الانصاري يكون سالكا ما في اشكال لكن لان الشيخ يقول بهما الشيخ الانصاري فلانه يقول بهما يقع الـ 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 الإشكال، صير هنا مطبع علمي. ولاحظوا دقة الفقهاء في في تناول الموضوعات هذه. طيب، فلهذا نحن نحتاج ماذا؟ نحتاج أن نستوضح ما هو الطريق الذي سلكه الشيخ بحسب عرض الشهيدي. في البحوث السابقة استعرضت تفاصيل كلام الشيخ الأنصاري بشكل كامل بحسب ما افاده في المكاسب في عده في عده حلقات وبحوث تستطيع مراجعتها لكن هنا ساوجز ماذا قاله الشيخ ملخصا بس هذا يحتاج طبعا الى ايضاح حتى نكتشف اين هما المطبان واللي الشهيدي ماذا يقول؟ يقول لاحظوا يقول هذا الطريق الذي سلكته لا يوقعني في هذين المطبين لاحظوا بينما يعني الطريق الذي سلكه الشيخ يوقعه في هذين المطبين الايه تقول لاحظوا اوفوا بالعقود الشيخ الانصاري يقول اوفوا بالعقود طيب تفيد وجوب الوفاء بالعقد والوفاء بالعقد يعني اتمام العقد والعمل بمقتضاه وبالتالي يحرم عدم العمل بمقتضاه فتكون هنا حرمه تكليفيه وننتزع من الحرمه التكليفيه الحرمه الوضعيه والحرمه الوضعيه هنا معناها فساد الفسخ يعني لو اراد احد ان يفسخ او يتراجع عن الالتزام طيب يقول هذا مساو للزوم اوفوا بالعقود المحقق الشهيدي قال لاحظوا هذا هذا في مطبين علميين نفس الايه اوفوا بالعقود قال انا احرر المطلب فيها بهالكيفيه لا في جانب العقود جانب الموضوع انتهينا من جانب الموضوع جانب اوفوا قل انا أحرره أحرره بهذه الكيفيه اذا حررت بهذه الكيفيه خرجت من المطب المطبين لاحظوا بس فقط الموضوع يحتاج شيء ما الى تفصيل كنت عازما ان يعني اوضح بالدقه مراد الشيخ الانصاري ومراد الشهيدي او الطريق الذي سلكه الشيخ والطريق الذي سلكه الشهيدي، الطريق الذي سلكه الشيخ تحدثت عنه لكن لابد من اجازه حتى نعرف بالدقه ماذا ما هو الطريق الذي سلكه المحقق الشهيدي، لكن يبدو ان الوقت لا يسعنا فقط اريد ان اوضح هذه العباره. المحقق الشهيدي يقول لأنني سلكت هذا الطريق وليس هذا الطريق فإن المطبين العلميين لا أقع فيهما وبالتالي يكون طريقي سالكا أما طريق الشيخ الأنصاري ليس سالكا سالكا فيه مطبات مطبين علمية أحبه. شوف العبارة قال هذا غاية تقريب الاستدلال بالايه الشريفه على اللزوم بمعنى عدم تاثير الرجوع عن الالتزام في زوال العقد وانحلاله يعني هو يريد ان يقول ان الايه تفيد يعني ما وصل اليه الشيخ الانصاري ما عندنا مشكله بس المشكله هنا لاحظوا ولا يتجه على هذا التقريب ما يتجه على تقريب المصنف قدس سره من الاشكالين لاحظتوا ولا يتجه على هذا التقريب ما يتجه على تقريب المصنف قدس سره من الاشكالين احدهما وثانيهما ما هما الاشكالان وكيف يعني تجاوزهما المحقق الشهيدي هذا ما سيتضح الكلام فيه إن شاء الله في البحث القادم لأن الإيضاح يحتاج إلى شيء من التفصيل لذلك أرجوه للبحث القادم ترقبونا إن شاء الله سوف أستعرض موجزا كلام الشيخ الأنصاري يعني الطريق الذي سلكه الشيخ الأنصاري ثم سأستعرض الطريق الذي اقترحه المحقق الشهيدي وسنقف عندها عند الإشكالين كيف أن الإشكالين لا يردان على كلام المحقق الشهيدي بينما يردان على كلام الشيخ الأنصاري هذا أول محطة نقف عندها يعني حسب حسب كلامه أنه يقول هذان الإشكالان لا يردان لا يردان علي على تحريري يردان على تحرير الشيخ لا بد ان نستعرض كلامه ثم لا بد ان ننظر هل هذا المدعى دقيق انه فعلا الاشكال ان يردان على الشيخ الانصاري او ان الشيخ الانصاري ملتفت لهذه الجزئيه ولا يردان عليه طيب بل يبقى استدلال الشيخ الانصاري سليما ولهذا سكت عنه المحقق اليزدي او لا هذا يتبين معنا ان شاء الله في البحث القادم، بالإضافة إلى شيء أن الكلام الذي ذكره الشهيدي فعلاً لا يرد عليه الإشكالان أو واحد منهما أو أنه لا حتى كلام الشهيدي رحمة الله عليه يرد عليه أحد الإشكالين أو كلاهما هذا يحتاج إلى مزيد تأمل لكن يبقى هذا الكلام كلام فقهاءنا كلام في غاية الدقة العلمية ويحتاج إلى مزيد عناية وتأمل وأيضا تفرغ في فهمه وأيضا استشارة للعقول العلمية لأن الباحث بعض الأحيان قد أيضا يخونه النظر في تفكيك عبائرهم حتى يكون الكلام فيه مزيد من الدقة سوف استعرضه تأملوا فيه وأيضا تناولوه مع العلماء من أهل الفن وأهل الاختصاص حتى يتشبع هذا البحث نأتي إن شاء الله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين